اثنين قال غسل الجنابة بصفة عامة. غسل الجنابة شباب عنده ركنين أساسيين، اثنين بس ده لو عرفتهم غسلك صحيح. اثنين، الأول النية. ما تقول كنت خاشي تستحمى ساي، يقول لك ماشي استحمى ساي، ده موية ويجي مارك، ده ما يهو. نية، نية غسل الجنابة. الثاني تعمم جسدك كله بالمويه من فوق لتحت، يعني انت نويت وعممت جسدك كله بالمويه خلاص. دائرة السنة، السنة تغسل يديك ثلاثة مرات، تغسل موضع الأذى، موضع اللي فيه ولا المني وكذا تغسله. بعد ذاك تتوضى وضوءك للصلاة وضوء كامل عديل. بعد ما توضيت تدي راسك ثلاثة غرفات في راسك، تخلل شعرك بأصابعك. بعد ذاك تغسل الشقة الأيمن من فوق لتحت كله. بعد ذاك تغسل الشقة الأيسر من فوق لتحت. ده غسل السنة، ده أجره أكثر، أجره أكثر، تمام. أما الأول ده صحيح، لو اغتسلت بالصورة دي تصلي طوالي. أما لو اغتسلت بالصورة الأولى إلا تتوضى ثاني. أما لو اتوضيت واغتسلت، والأفضل تتحاشى موطن العورة ما تلمسه بعد الوضوء. بالصورة دي كده من الحمام والجامع طوالي. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.